الأزبكية، أشهر رصيف ثقافي في مصر، نشأ عام 1907 من مجموعة من باعة الكتب، وهو مقصد للطلاب والباحثين والمثقفين ليجدوا زادهم من الكتب القديمة والمستعملة بأسعار زاهدة. ويضم السور أكثر من 130 مكتبة حالية في مكانه الشهير أعلى محطة مترو العتبة وخلف المسرح القومي. وعلى مدار دورة معرض القاهرة الدولي للكتاب كاملة، كان للسور خيمته الخاصة وزواره ورواده الذين يقدرون بالملايين، غير أن دورة هذا العام من المعرض اقتصرت على عدد قليل لا يزيد عن 33 مكتبة فقط. بنحجز كل سنة، فوجئنا السنة دي إن الهيئة بتحولنا لاتحاد الناشرين. قالت لنا نروح لاتحاد الناشرين عشان في إجراءات جديدة يعني معاكم. روحنا اتحاد الناشرين قالوا لنا انت عددكم هيبقى 33 واحد بس. سعر المترو برضو فوجئنا ان هو برقم. احنا طبعا ناس بسطاء جدا بنشتغل في الكتاب، ما عندناش الامكانيه ان احنا ندفع 1200 جنيه في متر هاجره لمده 10 ايام فتره المعرض. انا مش هشتري الارض يا جماعه، المفروض يساعدوا الثقافه انها تنتشر. باعت السور، وكرد فعل على الاستبعاد من المعرض، قرروا إقامة مهرجان تخفيضات على أسعار الكتب والمجلات التي يبيعونها تصل إلى 80%، وهو ما اعتبره بعض المراقبون معرضا موازن للكتاب. السنة دي مع المشكلة دي قررنا بقى المهرجان يبقى شهر من 15/1 ل15/2، عشان كل ما هو صاحب مكتبة في سور الأزبكية عنده كم كبير قوي من الشغل، ففي ركود عندنا في البضاعة عندنا في المخازن، فقررنا مهرجان تخفيضات مش أكتر. أكثر من 100 عام وسور الأزبكية يمثل علامة من علامات القاهرة الثقافية، حيث يقدم وجبة من الكتب لجميع الأذواق ومختلف الفئات. ولعل غياب عدد كبير من مكتباته عن معرض الكتاب هذا العام سيكون له تأثيره الملحوظ. طارق أحمد، هنا العاصمة.